صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 39 لسنه 2023 بنقل مدير الى وزاره شؤون الشباب وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه تنقل السيده مريم عيسى علي عوض مدير التخطيط والسياسات والمتابعه بالامانه العامه للمجلس الاعلى للشباب والرياضه لتكون مديرا لاداره تمكين الشباب بوزاره شؤون الشباب